مرحبا، اسمي سارة. شكرا لك على مشاهدة هذا الفيديو التعليمي لحقن مينيبير. سوف تحتاج إلى ما يلي: قارورتان من مسحوق مينيبير، قارورة من مخفف معقم، حقنة، إبرة، غطاء كيو، مسحة كحول، شاش، وحاوية للأدوات الحادة. تحقق للتأكد من أن قنينة المادة المخففة المعقمة لا تحتوي على أي جزيئات أو شوائب حرة طفو. قم بإزالة الغطاء من قارورة مسحوق مينيبير وقارورة المادة المخففة المعقمة. قم بتطهير الجزء العلوي من القوارير بمسحة الكحول. انزع الجزء العلوي من عبوة غطاء كيو، لكن لا تقم بإزالة غطاء كيو من العبوة. قم بثقب الجزء العلوي من المادة المخففة المعقمة بإبرة غطاء كيو. قم بإزالة العبوة البلاستيكية المتبقية. افتح عبوة الحقنة. اسحب الهواء إلى داخل الحقنة عن طريق سحب المكبس إلى 1 ملي. قم بلف الحقنة على غطاء كيو. اضغط برفق على المكبس حتى ينتقل الهواء من الحقنة إلى قارورة المخفف. اقلب الحقنة بحيث تكون القارورة مقلوبة ولكن لا تزال متصلة بالحقنة. اسحب المكبس للخلف قليلاً بعد علامة 1 ملي. قم بإزالة المحقنة مع غطاء كيو المرفق من القارورة وضع القارورة جانباً. أدخل غطاء كيو في السداد المطاطي على قارورة مسحوق مينيبير، ثم أدخل محتوى الحقنة فيه بالضغط على المكبس. بعد إدخال كل السائل في قارورة مسحوق مينيبير، امزج المحتويات برفق حتى يذوب المسحوق. لا تهز القارورة. اقلب الحقنة دون إزالتها من القارورة واسحب المكبس للخلف حتى يتم نقل جميع محتويات القارورة إلى الحقنة. قم بإزالة القارورة الفارغة الآن من غطاء كيو عن طريق سحب القارورة برفق من غطاء كيو. قم بإزالة الغطاء من قارورة مينيبير الثانية. أدخل غطاء كيو في السداد المطاطي على القارورة الثانية من مسحوق مينيبير، ثم أدخل محتوى الحقنة فيه بالضغط على المكبس. بعد إدخال كل السائل في قارورة مسحوق مينيبير، قم بمزج المحتويات برفق بينما لا تزال متصلة بغطاء كيو والحقنة حتى يذوب المسحوق. لا ترج القارورة. اقلب الحقنة دون إزالتها من القارورة واسحب المكبس للخلف حتى يتم نقل جميع محتويات القارورة إلى الحقنة. بمجرد الانتهاء، أخرج الحقنة من غطاء كيو والقارورة وضعها جانباً. قم بإزالة الإبرة من عبوتها. لفها في مكانها على طرف الحقنة. أمسك الإبرة في وضع مستقيم وانزع الغطاء. لا تدع الإبرة تلمس أي شيء بما في ذلك يديك. ما زلت تمسك الإبرة في وضع مستقيم، انقر برفق على جانب الحقنة حتى تصعد فقاعات الهواء إلى الأعلى. اضغط خفيفاً على المكبس حتى تظهر قطرة من السائل عند طرف الإبرة. يجب أن تعطى الحقن في موقع عضلي يحدده طبيبك. امسح مكان الحقن بمنديل الكحول واترك الجلد حتى يجف. تأكد من تبديل مواقع الحقن بين جانبي جسمك. أمسك المحقنة في يدك المفضلة، شد الجلد بين أصابعك في موقع الحقن وأدخل الحقنة مباشرة في الجلد. اسحب المكبس للخلف قليلاً. إذا لم يدخل الدم إلى الحقنة، تابع الحقنة. إذا دخل الدم إلى الحقنة، فقم بإزالة الإبرة وأعد إدخالها في مكان قريب ونظيف للحقن. ادفع المكبس حتى يدخل كل الدواء في موقع الحقن. انزع الإبرة برفق واضغط على مكانها بالشاش. تخلص من الحقنة المستعملة في الحاوية المخصصة للأدوات الحادة. شكراً على مشاهدة فيديو ميد إيد الخاص بنا.